السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم من جديد على القناة. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى تطبيق رائع جدا لمشاهدة المباريات على جميع قنوات بين سبور المدفوعة أو المشفرة، وكذلك جميع القنوات والأفلام والمسلسلات. إذن بالنسبة لتطبيق واتشت فهو غير موجود بالنسبة لبلاي ستور، كما سنقوم بالبحث على واتشت. بالنسبة للتطبيق فهو غير موجود، وبالنسبة لهذا التطبيق واتشت فهو ليس هو بنفس التطبيق كما تشاهدون. فأفضل طريقة هي الدخول إلى أي نافيغاتور وكتابة هذا الموقع الذي سأتركه في رابط الوصف أسفل الفيديو. إذن كما تشاهدون هذا هو التطبيق الأصلي لواتشت. إذن أول شيء هو تشارج الأبليكاسي واتشت للأندرويد أو ليوس أو الويندوز أو الماك أوس أو لينكس. فنحن نضغط على أندرويد كما تشاهدون، هذا هو التطبيق. ثم نضغط على تشارج، أنا قمت بالتحميل مسبقا عفوا. ثم نضغط على هذا الزر زائد، ثم نكتب تحت http://yuhi.to ونضغط ثانيا على continue، ويكون التطبيق قد أضيف إلى هذا التطبيق. إذا نقوم بالتجربة، هذا هو التطبيق قمت بتحميله بنفس الطريقة التي قلت لكم. بالنسبة للاشتغال فهو على حسب سرعة الانترنت المتوفرة لديكم. عفوا. إذا كما تشاهدون هذه هي واجهة التطبيق. بالنسبة للزيلي موريسون فهي الأشياء التي قمتم بمشاهدتها، ولشين اللي تي في توندونس هنا تجدون جميع الباقات الموجودة في هذا التطبيق الرائع جدا كما تشاهدون. حتى جودة المشاهدة أو جودة وضوح الصورة فهي جيدة جدا، يمكنك مشاركتها مع تلفاز ذكي أو مشاهدتها من خلال الهاتف. نقوم باختيار قناة أخرى، كما تلاحظون سرعة وجودة هائلة، جميع الباقات. نقوم بتجربة القناة المغربية دوزين أو الرياضية أو هذه القناة للأطفال كما تشاهدون، فهو سريع جدا بالمقارنة مع بعض التطبيقات الأخرى. وكذلك يمكنكم، هذه واجهة التطبيق، الدخول إلى لسيري أو الأفلام. نجرب الأفلام كما تشاهدون، آخر الأفلام متوفرة وكذلك القديمة. نقوم بالدخول إلى هذا الفيلم على سبيل المثال، فتجدون لي سورس بالفرنسية الألمانية الإنجليزية وكذلك الإيطالية. تضغط على بلاي وتنتظر الاشتغال، إن لم يشتغل هذا السورس تجرب الثاني أو الثالث وكذلك حتى يقوم بالاشتغال. أذكر بالنسبة لرابط التحميل سأتركه في صندوق الوصف. إذا إلى هنا يكون قد انتهينا من هذا الشرح، وإلى اللقاء في فرصة لاحقة.